بسم الله الرحمن الرحيم، معكم معلمة فاتن دندشلي ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد مادة العلوم الصف الخامس، تاريخ اليوم 26 نيسان 2021. بسم الله نبدأ. So today our lesson will be in the science book part 2، يعني بالجزء الثاني تبع الساينس في أول chapter اللي هي chapter 4. okay، أول درس اسمه The Circulatory System، يعني الدورة الدموية. بهيدا الجزء من الدرس هلا حتتعرف على The Organs of the Circulatory System، وهلا بتشوفوا عشو كمان. So the circulatory system هي الدورة الدموية اللي هي كل هيدا اللي ممتد بجسمنا من فوق لآخر إصبع بإجرنا الصغير. أوكي؟ So وين ما بنجرح إيدنا بده يطلع دم. ليش؟ لأنه هلا حنعرف ليش. أوكي؟ So the circulatory system هي الدورة الدموية. Open page 124 اللي هي أول صفحة تقريبا أو تاني صفحة بالبوك. The circulatory system، هلا حأقرأ هون، في عندكم شيء لازم تسطروا. Here، okay؟ من عند one of the most لعند body. من عند one of the most لعند body، هيدي لازم نسطرها، وإذا منا واضحة عليكم كتير منيح أنا رجعت كتبتها هون. So one of the most important constituents of this system is the blood، يعني أهم عنصر أو أهم أكتر شيء مهم بالعناصر اللي موجودة بهيدا السيستم اللي هو الدورة الدموية هي البلد. من اسمها الدموية يعني blood، يعني الدم. أوكي؟ blood transports oxygen، البلد بي transports oxygen، يعني هو مثل التاكسي للأكسجين، هو بيوصل الأكسجين from the lungs من الرئتين and nutrients from the intestines. تتذكروا بالdigestive system إنه كنا نقول إنه nutrients الغذاء بيروحوا بالدم. وصلنا للدورة الدموية لعرفكم كيف بيروحوا بالدم. أوكي؟ so the blood هو بيوصل الأكسجين من اللونجز وبيوصل النيوترينتس من الانتستنس to all parts of the body، لكل أجزاء جسمنا. أوكي؟ مشان هيك نحن بدنا أكسجين وبدنا نيوترينتس، وهدول الاثنين بيوصلهم البلد لكل أنحاء جسمنا. أوكي؟ so one of the most important constituents، أوكي هيدي بنقراها constituents of this system is the blood. blood transports oxygen from the lungs and nutrients from the intestines to all parts of the body. هيدي الجملتين للحفظ. اوكي، تكتبون على الدفتر او فيكم تسطرون من هون. اوكي، هلا بدنا نتعرف على the organs of the circulatory system. شو يعني organs؟ يعني الاعضاء. اوكي، عندنا هيدا، عندكم الرسمي انتو موجود عندكم على صفحة 124 ليك هون، فيكم تعلمون من هون، بس لانه اذا اخذتها من هون حتكون مغبش شوي، فانا جبت لكم صوره نفس الشيء تقريبا. اوكي، so the circulatory organs of the circulatory system هن اول شيء هو الهارت. الهارت هو اللي بيضخ الدم لكل انحاء جسمنا، كمان بالجزء الثاني بتعرفوا كيف. اوكي، هلا بدنا نتعرف على الاورجنز. ان الهارت عندنا الفينز، فينز يعني العروق، بتطلعوا على ايديكم في عروق كثير ومن هونيك بنسحب الدم بس نروح على المختبر. اوكي، سو عندنا الهارت وعندنا الفينز وعندنا الارتريز. الارتريز هن الشرايين. اوكي، الارتريز هن الشرايين، وال كابيلاريز هن الشعيرات الدموية. اوكي، سو عندنا الهارت، فينز، ارتريز اند كابيلاريز. كابيلاريز هن بيوصلوا الفينز بالارتريز، هن شعيرات صغيرة كثير كثير، كونكت ذا فينز تو ذا ارتريز. اوكي، سو الاورجنز اوف ذا سيركيلاتوري سيستم هن الهارت،
الفينز الارتريز اند كابيلريز. قلتهم بالعربي بس انه مشان تفهموهم، فبتكتبوا لي اياهم بالتست بالعربي. اوكي سو بنكتب هارت وبنكتب فينز. الفينز هن الازرق والارتريز هن بالاحمر وكابيلريز بين الارتريز والفينز. هلا بتشوفوا بالصوره اللي بعدها هلا بعد شوي. اوكي So the circulatory system consists of the blood, the heart, and three types of blood vessels. طبعا بالصورة اللي قبلها هون ما فيني دليكم على البلد لأنه البلد بكل أنحاء جسمنا بالارتريز وبالكابيلريز وبالفينز وبالهارت، يعني هو موجود بكل جسمنا، يعني ما له محل معين. اوكي يعني كل أنحاء جسمنا فيهم بلد، بقلب الفينز بقلب الكابيلريز بقلب الارتريز وبقلب الهارت. اوكي So the circulatory system consists of the blood, the heart, and three types of blood vessels. اللي هن blood vessels شو هن؟ arteries, veins, and capillaries. هيدي ال part هيدا ال part موجود كمان تحت الصورة اللي قبل شوي قلت لكم عنها اللي هي page 124 هون بالقطعة الصغيرة اللي تحت. اوكي بس انا بفضل انكم تكتبوها على الدفتر اهيلكم وهيك اكبر. اوكي سو ذا سيركيولاتوري سيستم كونسيست اوف ذا بلاد ذا هارت اند ثري تايبس اوف بلاد فيسلز اللي هن الارتريز الفينز اند ذا كابيلريز. هون عندكم الارتري وهون عندكم الفين وبيناتهم شايفين كابيلري وين؟ بينات مواصل الارتري بالفين. اوكي الشرايين بالعروق. اوكي الكابيلري الشعيرات الدمويه كثير صغيره. سو هدول الارتريز وهدول الفين وعندنا هون الكابيلري. هلا بيج 125 اوكي عندنا هيدي الصفحه بدنا نعلم فيها. اول شيء قبل ما اشرح هيدي الجمله من عند بلاد لعند بلازما وعندنا كمان هون هون اوكي وعندنا هيدول اللي هون. اوكي هلا انا هيدول لانه ما كثير واضحين عليكم حاكتبهم بالسلايد ففيكم تنقلوهم من السلايد اللي بعدهم. قبل ما انقل على احكي عنهم عندكم هون بلاد اللي هو سحبتوا دم. اوكي رحتوا عند المختبر سحبتوا دم شو بتشوفوا لونه رد اوكي او تقريبا غامق. هيدا البلاد بيحطوه بماكينه بيفصلوا البلاد سيلز عن البلازما. شوفوا هلا بس لتوصل نوصل على الصوره بارجيكم. اوكي سو بلاد اند اتس كومبوننتس هيدا عنوان البيج اللي قبل شوي قلت لكم عنه لكن موجوده هون. اوكي Page 125 Blood and its components يعني البلاد ومكوناته، يعني كأنكم عم تطبخوا طبخة وبدكم تحطوا مكونات، شو مكونات الطبخة؟ هلا بتشوفوا أكيد بعيد التشبيه بس إنه عم نحكي عن البلاد. البلاد is composed of red blood cells، red blood cells يعني كريات الدم الحمراء، white blood cells كريات الدم البيضاء، platelets هن بلاكات الدم، أوكي؟ which all bath in a liquid called plasma. Plasma هي نفسها بالعربي. So blood is composed of red blood cells, white blood cells, and platelets, which all bath in a liquid called plasma. هيدا كله blood. بس نفصله بصير عندنا هون هيدا بلازما، هون هيدا white blood cells، هيدي اختصار إلها. مع platelets وهون RBCs. RBCs يعني red blood cells اخذين اول حرف من كل كلمة RBC red blood cells white blood cells WBC white BC okay and platelets. Platelets ما لها اختصار which all bath in a liquid called plasma. The plasma, البلازما هيدي اللي هون اللي هي هون 55% transports nutrients and respiratory gases. هي بتوصل الغذاء
والريسبيراتوري جازز. شو هن الريسبيراتوري جازز؟ من الدرس اللي قبل نعرف ان الريسبيراتوري جازز هن CO2 والO2. احنا بناخد O2 ومنطلع CO2. طب هيدا الO2 والCO2 وقت عم يطلع ويفوت شو عم بيصير؟ مين عم ياخده ويرده؟ البلاد. طيب مين اللي بالبلاد اللي عم ياخده؟ البلازما. اوكي؟ مين عم بيوصله؟ هو البلازما. اوكي؟ سو بنرجع بنعيد. اول شيء قلنا البلاد is composed of red blood cells. هو متالف من RBC يعني الدم، الكريات الدم الحمراء، من red يعني احمر، blood cells يعني كريات الدم الحمراء. اوكي؟ white من بيضة، white blood cells and platelets. اوكي؟ which all bath in liquid called plasma، ممزوجين بشيء اسمه بلازما. The plasma، البلازما transport، بيوصل النيوترينتس الغذاء، والريسبيراتوري جازز اللي هن CO2 والO2. اوكي؟ كل هيدول موجودين هون. اوكي؟ هلا ننتقل على اللي بعده. Platelets، البلاكيت، help the blood to clot and stop bleeding. Platelets help، بيساعد البلاكيت، بيساعد البلود الدم لحتى يجلط، and stop bleeding لحتى يوقف نزيف. عندكم هون مثلا normal blood vessels، يعني مثلا ممكن artery، ممكن vein. اوكي؟ هيدا عادي، بس من ينجرح شوي، جرحتوا ايدكم، بعد شوي بيتحركوا البليتلتس يلي بيصيروا بيروحوا على المهمة على الانجرد بلود فيسل، يعني محل ما هو مغزوء مثلا البلود فيسل. وشو بيعملوا؟ بيعملوا شيء اسمه كلوت. كلوت يعني مثل بيحطوا شيء اسمه فايبرين، منكم مسؤولين عنه، بس مشان نوصلكم الفكرة انه الفايبرين بيجي بيقعد هون وبيسكر محل الفتحة اللي صارت بالبلود فيسلز. مين بيعمل هالشيء؟ الاكتيفيتد بليتلت، يعني الجيش. الاكتيفيتد بليتلت هن بيجوا بيجيبوا فايبرين بيحطوه هون بسكروا الجرح، فبصير عندكم هاي القشرة اللي بتصير فوق الجرح. اوكي؟ اللي بتضلها وقت طويل لحتى تروح. اوكي؟ So platelets help the blood to clot، بيسكر بيوقف بيعمل تجلط للدم، بيوقف النزيف. اوكي؟ بس يتجلط الدم خلص بيوقف النزيف. اوكي؟ اكيد مش التجلط اللي عم نحكي عنه، الجلطة اللي المرض. اوكي؟ هلا white blood cells، شو هن الوايت بلاد؟ شو بيعملوا كريات الدم البيضاء؟ fight يعني يعني fight against germs، يعني بيجوا germs بيحاربوهم. fight يعني يحاربوا. against germs يعني الجراثيم that attack the body، يعني نحن بس نكون مرشحين بيكون اصلا فايت germs او جراثيم او بكتيريا او فيروس. بيجوا الوايت بلاد سيلز هن بيحاربوا الجيرمز that attack the body. اوكي؟ الريد بلاد سيلز act on transporting، قلنا قبل شوي انه هن ال RBC transports respiratory gases. شوفوا هون بالصورة عنا اللونج بنعطي O2. اوكي؟ بعدين الريد بلاد سيلز تحمل ال O2 بتوصلها على الأورجنز، عنا البرين، عنا الليفر، عنا السكين، عنا كل شيء بتوصله وبضلها هيك في سايكل. So هي transporting respiratory gases between the lungs and all cells of the body، يعني كل أنحاء كل خلايا جسمنا. So white blood cells عندنا كتير أنواع منهم، بس تكبروا بتاخدوهم بالثامن. عندكم مونوسايت، ايوزينوفيل، بازوفيل، لينفوسايت and neutrophil. كل هيدول أنواع white blood cells that fight against germs. اوكي؟ كل وحدة لها مهمة، مثلا وحدة بتروح وقتها بيكون في حساسية، وحدة بيكون وقتها بيكون في دود مثلا، كله هيدا germs. اوكي؟ يعتبروا germs أو شيء foreign. foreign يعني يعني منو بجسمنا. اوكي؟ كل هيدول بيحاربوا أي شيء، أي attack بيجي على البودي على جسمنا. والريد بلاد سيلز بياخدوا من اللونجز، بس نعمل ريسبيريشن بيفوت الاكسجين على اللونجز، واللونجز في بلاد فيسلز، البلاد فيسلز بتحمل بقلبها بلاد، البلاد الار بي سي هي المسؤوله انه تنقل الاكسجين للبارتس اوف ذا بودي اند
the cells. من ال parts of the body بترجع بترجعون على الأكس على ال على ال lungs أكيد. أوكي؟ لحتى ال lungs يضل فيها أكسجين. So بفوت ال الأكسجين على ال lung بتاخدوا ال red blood cell بتوصلوا على ال cells بترجع بترجعون على ال lungs. أوكي؟ So هيدي بتضلها سايكل عم بتصير. وعندنا ال white blood cells إنه they fight against the germs that attack the body. عندنا البلازما قلنا انه بلازما وايت بلاد سيلز وريد بلاد سيلز البليتلتس ليكو كيف شكلهم الوايت بلاد سيلز لهم كثير انواع والريد بلاد سيلز ليكو كيف شكلهم اوكي كل هيدول عندنا البليتلتس عندنا الوايت بلاد سيلز وريد بلاد سيلز بلس ذا بلازما اوكي سو عندنا الوايت بلاد سيلز بليتلتس اند ريد بلاد سيلز درسنا كان شوي أول جزء شوي طويل بس كتير هين إذا بتركزوا بالفيديو. Thanks for watching. Study well.